واهلا بكم مشاهدينا فقرة تحليل فني لهذا الاسبوع مع مطلع بداية تداولات الجلسة بالنسبة للاسواق العالمية، ونتحدث اكثر عن تحركات بعض الاصول مع ضيفتنا في الاستوديو رنيم طرفة محللة اسواق عالمية في ون فاينانشال ماركت. اهلا بك يا رنيم، دائما معنا. يعني نتحدث عن تحركات بعض الاصول ابرزها الدولار الامريكي بطبيعة الحال، وكنا شاهدناه يعني مستمر في التراجعات، يعني ادنى مستوياته في اكثر من شهرين. يعني رنيم، الآن المستهدفات برأيك يعني إلى أي مدى نتوقع هذه الموجة التي نشهدها أو القناة الهابطة للدولار مستمرة معنا الفترة المقبلة؟ مرحبا ريندا وشكرا على الاستضافة. مثل ما ذكرت، الدولار الأمريكي كان عم يتحرك بضغوطات بيعية ضمن اتجاه هابط بعد محاولة اختبار مستويات ال 147. كان في عنا ضغوطات بيعية بالتعاملات الأخيرة جلسة اليوم، كمان عم نشوف افتتاحية حمراء. إذا بدنا نحكي على الاتجاه، اتجاه هابط. الآن المؤشر الدولار الأمريكي أمام مناطق دعم جدا مهمة، مستويات ال 182. كسر هذه المستويات سيدفع الأسعار لمناطق ال 102، وبعدها مثل ما شايفين على مناطق ال 100، وبعدها لمستويات 99-70. طبعا مثل هذا السيناريو هو وارد على الدولار الأمريكي، ولكن ممكن نشوف بعض التصحيح ومحاولة الارتفاع بالقرب من مستويات ال 104 يلي هي هون بالتزامن مع المتوسطات المتحركة، تعتبر مناطق مقاومة مهمة. الدولار رح يرجع ويتراجع عندها من جديد. سيناريو أنه نشهد مزيد من الضغوطات البيعية خلال الفترة القادمة على الدولار الأمريكي هو السيناريو الأقرب، وخاصة أنه خلال هذا الأسبوع كمان في عنا بيانات مهمة، مؤشر ثقة المستهلك. أكيد هذا رح يكون له تأثير كتير كبير على تحركات الدولار الأمريكي، وخاصة في حال كانت قراءة ثقة المستهلك أقل من التوقعات وأقل من السابق، هذا رح يدعم الضغط على الدولار الأمريكي ورح يدعم الدولار لمزيد من التراجع. ومثل ما ذكرت، كسر مستويات ال 182 هو السيناريو الأقرب للتحركات القادمة. طيب، يعني ماذا نتوقع للزوج العملات الرئيسية الأخرى؟ يعني إلى أي مدى قد تستفيد وتستمر، وتحديدا يعني اليورو بعد أن شاهدنا يعني أعلى مستوياته في أكثر من شهرين هو الآخر، والآن يستهدف مستويات 11 يعني رانيم على ما يبدو. تمام، بالنسبة لتحركات اليورو شفنا ارتفاعات كانت كتير قوية بالتعاملات الأخيرة، كان في عنده منطقة مقاومة 1.0965، هي المستويات تعتبر مقاومة مهمة على المدى القصير. اختراق هي المستويات كمان سيناريو وارد، والتوجه يعني بعد اختراق هذه المستويات نحو مستويات 1.1045 كمان سيناريو أقرب. أي تراجع لمستويات 0.9 تعتبر مناطق دعم مهمة ومناطق ارتداد بالتزامن مع المتوسطات المتحركة. أي تصحيح ومحاولة كسر مستويات 1.09 رح يدعم الأسعار لمستويات يدعم الأسعار للتراجع لمناطق 1.038. بس عموما هي المناطق 0.9 و 1.038 تعتبر مناطق دعم مهمة ومناطق ارتداد. أي تراجع هو نوع من التصحيح وتعتبر مناطق ارتداد. وخلال هذا الأسبوع يعني أو خلال التحركات القادمة إذا بدنا نحكي على المدى القصير، ما أتوقع كسر لمستويات 0.9، ممكن نشوف تراجع لهي المناطق وبعد الزوج يرجع ويرد ويجرب على مناطق 1.1045. مثل ما قلنا اتجاه العام المسيطر اتجاه صاعد. نعم. وأي نوع من التراجع هو تصحيح، يعني ليس فقط العملات التي استفادت ولكن حتى السلع أبرزها الذهب. يعني اليوم نتحدث عن مستهدفات $2000، برأيك يعني هل اقترب الدولار من القمة التاريخية التي كان سجلها ولمسها عند 2070 برأيك؟ تمام، بالنسبة لتحركات أسعار الذهب شفنا الارتفاعات الأخيرة، إذا بدنا نحكي الاتجاه العام المسيطر اتجاه صاعد. اليوم مع بداية تعاملات الأسبوع عم نشوف محاولة اختبار مستويات ال 1918 دولار الأونصة، اختراق هي المستويات رح يدعم الأسعار لمناطق ال 2050 وال 2070. مثل هذا السيناريو هو الأقرب، ولكن بعد التراجع والتصحيح ممكن وارد لل 1990. كسر ال 1990 رح يدعم الاسعار لل 1965، ولكن كمان مثل حركه اليورو يعني هي المناطق هي مناطق دعم مهمه ومناطق ارتداد. اي تراجع لهي المستويات هو يعتبر تراجع مقبول. كسر دون هي المستويات هون ممكن يحطنا السيناريو مزيد من اكبر وعوده واختبار مستويات ال 1930، وهي هي المنطقه واللي هون تعتبر هي المنطقه بشكل عام بالنسبه لتحركات اسعار الذهب، منطقة دعم كتير مهمة. بس تراجع لهي المستويات بالوقت الحالي أنا ما بشوفه أكيد. يعني إذا بدنا نحكي الشراء عند هي المستويات هو شراء
بريسك يعتبر، لانه عم نشتري بالقرب من مستويات مرتفعه، ممكن نشوف نوع من التصحيح لمناطق ال 1990 نعم. وبعدها سيناريو توجه الاسعار واختبار مستويات ال 2070 هو السيناريو الوارد لتحركات اسعار الذهب. ومثل ما قلت يعني هذا الاسبوع في عندنا ثقه المستهلك هو راح يكون العامل الابرز فعليا، يعني ربما البيانات الاساسيه هي التي لا تزال تحرك بالدرجه الاولى توجهات هذه الاصول. وهنا نتحدث عن تحركات اسعار النفط كذلك في المقابل، على الرغم من اننا شاهدنا موجة هبوط كانت واضحة الفترة الماضية في ظل بعض التقلبات الضبابية يعني اليوم على سوق الطاقة بشكل عام وتحديدا الآن، ولكن لدينا اجتماع أوبك بلس الذي قد يحسم الأمر بالنسبة للتوجهات. نحن ماذا نتوقع بالنسبة لتوجهات الأسعار لـ WTI هنا؟ تمام، بالنسبة لتحركات أسعار النفط من الناحية الفنية يعني عم نشوف مثل ما ذكرتي تراجعات وضغوطات بيعية، الاتجاه العام المسيطر اتجاه هابط. شفنا الأسعار بالقرب من مستويات 92 دولار للبرميل فشلت باختراق أو ارتفاع على هي المستويات وعادت وتعرضت لضغوطات بيعية. إذا الاتجاه العام المسيطر بالنسبة لتحركات أسعار النفط هو اتجاه هابط. شمعة اليوم كمان عم نشوف كمان ضغوطات بيعية، أكيد عم نستنى نحن مثل ما ذكرتي اجتماع أوبك بلس، ولكن ممكن يعطي أسعار النفط بعض الإيجابية عودة واختبار مستويات ال 78 دولار 20 سنت للبرميل، بس هي المنطقة تعتبر منطقة مقاومة مهمة. أسعار النفط ممكن بين على المدى القصير والمتوسط ما زالت أمام بعض الضغوطات البيعية. كسر الآن لمناطق ال 73 دولار 80 سنت للبرميل رح يدعم الأسعار لمناطق ال 72 دولار للبرميل، بعد لمناطق ال 70 سيناريو وارد والتوجه لمستويات القاع المهم طبعا اللي كان بخلال جلسات يونيو عند مستويات ال 67 دولار للبرميل هو سيناريو وارد. ولكن إذا بدنا نحكي على المدى القصير لسه الأسعار على المدى القصير أمام ضغط بيعي لمناطق 73 لمناطق ال 72 تعتبر مناطق دعم مهمة وارد كسرها على المدى القصير. يعني يبقى لنا مراقبة التحركات في الأسواق والتطورات الأخيرة. رنيم دائما نشكر تواجدك معنا. شكرا. وأنت محللة أسواق عالمية في وان فاينانشال ماركت. شكرا جزيلا. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية التحليل الفني لهذه الجلسة، وكالعادة نذكركم بأن سي إن بي سي عربية ليست مسؤولة عن أي ربح أو خسارة وأنها مجرد تحليلات لتحركات السوق.